ثلاث سنوات مضت على هذه اللحظة المؤلمة، لحظة اغتيال هشام. استهداف الخبير في شؤون الجماعات المسلحة لم يكن مجرد رسالة أو محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بحقوق الناشطين والمتظاهرين، فلهشام الهاشمي خصوصية كونه الأكثر دراية بشبكة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وهيكليتها. هذه الجماعات المتمردة التي تتحدى سلطة القانون والقوات المسلحة العراقية. من لقائه على يوتيفي في آخر ظهور له، خرج الهاشمي إلى داره لكنه لم يبلغ وجهته، إذ كان أحمد حمداوي عويد وخليته بانتظاره لتنفيذ أوامر صدرت بقتله. صدرت ممن؟ لا إجابة. عجزت التحقيقات عن الكشف عن ملابسات الحادث، كما عجزت عن تحقيق العدالة لدم الهاشمي، وذلك على الرغم من كل الإدانات الدولية التي عدت الحادث رسالة تهديد للدولة في العراق. فهل نفعت الإدانات؟ لا إجابة. وبعد قرابة 3 أعوام صدرت بحق منفذ الهجوم إدانة بالقتل العمد، حكم بموجبها بالإعدام، لكنه توارى عن الأنظار. فهل سيعدم ومتى؟ لا إجابة أيضا. وهكذا فإن إفادة عويد الذي خرج معترفا بالجريمة تركت من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات، فالقضية التي هزت الرأي العام لم تكشف دوافعها حفاظا على سرية التحقيق، ولم تظهر أطرافها حفاظا على الأمن العام. ومع ذلك أسدل الستار على القضية لتصبح واحدة من قصص عدة أغلقت وتراكمت في عراق الحرية والديمقراطية. فهل ما تزال الكلمة حرة؟ لا إجابة.